انا بايظ ولا اغيره ده ولا اتصلح؟ اسمعتي صوتك بقى يا حبيبتي. لا انت بس انت حاسه كده بس عشان دي ساعه غضب. تخلعي ده وفره ايه بس ياسمين؟ معلش ممكن بس تهدي علشان نعرف نحل المشكله. ايه عايزه ايه؟ اجيب لك ايه؟ مكنه لحام؟ تلحمي ايه في ايه؟ اه انت عايزه تقطعيه الاول وبعد كده تلحمي. لا طبعا مش هيقف من جنب الجامع. لا ولا الخوازيق. مش حكايه تحاسبيني يا ماجي يا بنتي، الحكايه حكايه فلوس يعني. يا مالها حنينه مع جوزها ليه كده؟ ما تطفي في صدره سجاير ولا تسيب عليه كلاب ولا اي حاجه. اوفر وانضف يا باي على كلاكيع الستات. ما هو برضه انت اللي غلطانه ياسمين. ياسمين يو ده فصل شحن. معلش. طب يلا بقى بسرعه شويه عشان نلحق الجريمه دي قبل وقوعها. بقول لك ايه، مش قفشته؟ خليها تروقه. هاني ده اصلا غبي من زمان. بص هو انا بصراحه حاسه ان موضوع الدعبسه ده هو اللي بيجيب مشاكل. اه طب هات تليفونك كده. ايه بتعمل ايه؟ طب مجنون في ايه؟ لا انا بس كنت بفادي المصيبه اللي طلعت قدامي فجاه دي. مصيبه ايه ده؟ الطريق فاضي اهو. هات بس تليفونك علشان البنت هتموت الراجل. وانت بقى اللي هتغيري الاقدار؟ ها؟ هتقفي قدام قضاء ربنا؟ الاعمار بيد الله. ولا انت نسيتي يا ست هان؟ طبعا نسيتي. ما احنا بعدنا عن ربنا من ساعه ما بعدنا عن ربنا وبقينا نطلب موبايلات الناس استغفر الله العظيم يا رب. في انا ما قلتش كده، انا بس عايزه اخد تليفونك اكلمها عشان تعرف ان احنا في الطريق. ما هي عرفت ان احنا في الطريق قبل ما تليفونك يفصل شحن. وبعدين تليفون ايه اللي انت عايزاه؟ انا ممكن اديكي اغلى من التليفون 100 مره. انا ممكن اديكي روحي وحياتي. ريم معلش انا عايز اسالك سؤال، هو انت ما بقيتيش بتخافي عليا خالص؟ انت مش عارفه مثلا ان الرصيد اللي معايا في التليفون ده ممكن يكون فيه اخر جنيه هحتاجه مثلا اطلب الاسعاف لو عملت حادثه، اطلب البوليس لو اتخطفت، الخاطف يكلمك يطلب فديه، الفديه تكلمك علشان تطلب اوردر، اي حاجه. خلاص مش هكلمها. اوكي بس هات تليفونك ابعت لها واتساب بس. واتساب عشان تشوف صورتي اللي على الواتساب. اه يا برده يا اللي ما عندكيش نخوه. نخوه ليه يعني؟ هو انت قلع؟ لا ريم لو سمحت، لو هنتكلم مع بعض بالاسلوب ده وقلع والجو ده يبقى بلاش خالص لو سمحت. حبيبتي انا صورتي اللي على الواتساب هي وانا معاكي وسعداء كده مع بعض وبنحب بعض. عايزه تبعتي لها دي دلوقتي وهي بتقلع ضوافر جوزها تقوم تحسدنا؟ اه لا تصور ما خدتش بالي. لا معلش يا حبيبي معلش. عندك حق. لا تحسدنا. طب ايه رايك اصورك وانت بقى مكشر كده ونحط الصوره دي على الواتساب بدل الموجوده؟ هات 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 كل حاجه في حياتي. هات ايه؟ هات تليفونك، هات مصروف البيت، هات قسط المدرسه، هات فينو وانت جاي. هات هات. انا ايه؟ ما عنديش مشاعر؟ مش بني ادم؟ هو انت مش عايز تديني تليفونك ليه؟ هو انت عندك اسرار بقى زي هاني انت كمان ولا ايه؟ لا انا مش متوقع الغدر منك خالص يا ريم. ريم انت مفروض انت بقيتي عارفاني يعني. احنا بقينا عشره يعني. مثلا لو سمعتي فويس نوت مثلا بصوتي بتكلم بحب يبقى تعرفي ان انا بتكلم عنك. لو شفت صوره انا ببعت ورده او قلوب حاجات كده تعرفي على طول ان هي ليكي. لو لقيتي صوره ليا مثلا انا في الجيم معايا مثلا ثلاث بنات تتاكدي ان الثلاثه دول هم انتي. لو شفتيني اصلا في الشارع ماشي مع واحده اكيد اقول اختك. خرسي اختي اشرف مش شرف. هنقعد بقى نقول اختي اختك وامي امك ونوصلها للدرجه دي وكل ده عشان ايه؟ عشان حته التليفون؟ اه صح انت قلتها. مش هنخسر بعض عشان تليفون صح؟ خلاص فهات تليفونك بقى يلا. انا ما عنديش تليفون. انا نسيته في البيت. التليفون تليفوني فصل شحن فاصل خالص. مفيش شبكه هنا. انا تليفوني مكسور اصلا. لا حبيبتي التليفون مضر علشانك. انا ما عنديش ستات يتكلموا في التليفون. انا ما عنديش ستات اصلا. ما عنديش تليفون اصلا. خلاص ريم خلاص هي كلمه واحده. مفيش موبايل يعني مفيش موبايل. هات تليفونك. خلاص يعني ما بدهاش. هتوحشيني يا ريم. اقول لك على سر؟
بص يا معلم، لو عايز تعظم اي حاجه تافهه وتديها اهميه فظيعه تبقلظها كده، اخبط قبلها كلمه سر بس كده، اديها اللقب ده، هي هترقي نفسها تبقى نمره واحد. ازاي مثلا؟ يعني لو انت كاتب روايه اسمها البلوفر الاصفر مثلا، دي مش هتبيع ولا فتله، ليه بلوفر اصفر؟ كلام فارغ. لكن لو اسمها سر البلوفر الاصفر، خلاص مبروك، انت في الطبعه الكام دلوقتي؟ احنا اشترينا كميه كتب صفراء عشان بس اسمها سر اي كلام. عندك مثلا لما واحده تقول لك انا جالي عريس، ده سر. شوف بص الحدث تافه جدا، تقليدي ومكرر، واحده بنت في سن الجواز يمكن تتجوز، لكن لما تعاملت معاه على انه سر تحول الى حدث جلل. او مثلا اللي يقول لك ايه، اقول لك على حاجه كاني ما قلتش، طب اعمل ايه؟ طب ما تقولش. لا هقولها بس كاني. خش اكتب على جوجل مثلا كلمه سر واستنى، هتلاقي جوجل مطلع لك بقى ايه، كميه هيافات، سر البطاطس المقرمشه، سر البسبوسه الجاهزه، سر الغمازات، سر الخلطه، سر الرقم 13، سر الكون. زي بالظبط كلمه شاهد قبل الحذف اللي بتخلي الناس تشاهد فعلا. مرة كان في فيديو عنوانه انظر فضيحة سبونج بوب، ايه اللي ممكن يفضح سبونج بوب اكتر من انه سفنجة لابس بنطلون مقلوب؟ هيطلع ايه يعني؟ هدومه اتقلعت في المشهد بالغلط. لما تلاقي حد حاطط كلمة سر قبل اي اهداف عظيمة، اعرف انه نصاب. زي اللي يقولك مثلا انا بعمل محاضرات عن سر النجاح، بذمتك انت في حد في ايده سر النجاح ويبقى واقف الوقفة المهببة دي تحت شمسية في المكان المقزز ده والجاكيت عرقان كده دواير؟ مش معقول يعني، مش ممكن. او اللي ينشر كتاب 798 صفحة عن سر السعادة الزوجية، هو لو يعرف سر السعادة الزوجية كان لقى وقت يكتب كتاب زي ده، ما كان روح ينبسط بقى مع مراته ويقعد ينبسطه. في بقى كمان نوع مركب من الأسرار، اللي هي الأسرار اللي مبنية على بعض، سر على سر على سر، لحد ما عملت كلكعة كبيرة جدا مش عارفين أولها من آخرها. في الغالب دي بتبقى أسرار الستات على فكرة. أديك مثال، فاكر لما اتكلمنا على سر العريس؟ ده بيتبني عليه سر ميعاد الخطوبه. سر ميعاد الخطوبه ده اللي بيبقى مقتصر على نخبه من اهل الثقه وبيتكتم عليه جدا. بعد منه في سر ترتيبات الجواز، ده هتحس ان هي عمليه الحفار مش جوازه. بعدين سر الحمل الرهيب، تفضل مكتمه على سر الحمل ده على زميلاتها في الشغل لحد ما يجي لها الطلق شخصيا وتنكر برضه، تقول لك اصل لا القولون مبهدلني وتروح على المستشفى. واللي شايف ان اسرار الستات هيفا، احب اديله فكره عن اسرار الرجاله. احنا كرجاله ممكن ندفع مبالغ كبيره جدا ونورط نفسنا في حاجات كمبيالات ووصولات، نبيع بيت الظاهر وكل اللبش ده عشان نحتفظ بسر واحد خطير وحساس ومذل. لما الراجل مننا ينغلب في بولة الاستيميشن وبعد ما يلعب كتير في آخر الليل يطلع الكوز، السر ده لازم يموت معاك. ودي مش أهية في أسرار الرجالة، دي مجرد نقطة في بحر، بس أنا مش هقدر أفشي. ولا أفشي؟ لا أفشي بقى، لا أفشي بقى. يا أحمد أفشي وتبص، أسيبك وأفشي؟ معقولة؟ تنورنا. أعظم سر بقى في العالم موبايل الراجل، حياته كلها فيه. الصندوق الاسود تلاقيه قافله بقفله ورزه ورامي المفتاح، وكل ما يجي يفتحه يطفش الرزه من الاول. مش مصدقني شوف كده اي راجل بيبقى شكله عامل ازاي لما مراته تقرب من المنطقه المحظوره اللي هي 20 متر حوالين الموبايل. سلك شائك بقى وكلاب بوليسي، بعدين كتائب مشاه، في مدفعيه تقيله، وطيران في سلاح. الطيران ده هو بقى فاهم، هو اللي بيطير لما هي تتحرك تمسك، يوم هو طالع على الموبايل تحطه في حضنه فاهم، وطبطب عليك ويزعق فيه، ولا مش تخلي بالك الموبايل كان هيقع حبيبي. هو طبعا بيستهبل، هو كان هيقع في ايديها طبعا وهو نايم. لو يعرف يبلع الموبايل ويشيله في معدته هيعمل كده. في الاخر بينيمه جنبه بحجه ان هو ظابط المنبه عشان يروح الشغل الصبح. برضه تلاقي مراته تتلائم عليه تقول له حبيبي بقول لك ايه، بيقول ما تحطش الموبايل جنبك وانت نايم عشان الذبذبات مضره. انا بحب الذبذبات، ذبذبيني ارتاح، انت ذبذبيني في حالي بس والنبي. افرض بقى ان الخطوط الدفاعيه الاماميه دي كلها اخترقت والموبايل وقع في ايد مراتك. يا ساتر. طبعا انا ما اقصدش فتحته، لا لا قدر الله. المهم الموبايل لو وقع في ايدها انت بتضطر تلجا لحرب شوارع على طول، تنزل بقى بالمقاومه الشعبيه، تضرب ازاز مولوتوف في الشقه، تخطف حد من العيال وتطلب فديه، اي حاجه. ولو كل الجهود دي فشلت ولسه مش عاوزه تسيبه، ما قدامكش غير حل واحد، روح ما بعدك روح، اخدش لها الحله التيفال الجديده. هي لو سمعت بس صوت حكه المغرفه المعدن في قعر الحله هيبقى قدامها يعني يومين ثلاثه على الاقل على ما تفوق من الصدمه وتفتكر موضوع الموبايل ده تاني، وتكون انت برضو قمت بالسلامه وخرجت من المستشفى. اشهر سر بنستخدمه يوميا هو كلمه السر اللي هو الباسورد يعني، بتاعت الفيسبوك، بتاعت الموبايل، الايميل، اي حاجه من دول. بهدله بقى يا عمنا لو نسيت واحده من دول بالذات بتاعت الايميل، وحشه قوي. لو نسيتها بتطلع لك مدام عفاف بتاعت الايميل، تحس ان الجهاز تحول لمدام اللي هو والنبي يا استاذ شيك لنا كده على اللغه دي كده، هو بتاعت الكيبورد؟ لا يا مدام حضرتك كله تمام. انا طب بالنسبه للباسورد بقى، ما تشوف لنا مش شغاله ليه؟ طب عشان اعديك. انا متاكد الباسورد سليمه. طب واليوزر؟ كتبت اليوزر حضرتك احمد امين ات مش اهو سليم برضه. شوف العطله دي بقى، اللهم طولك يا روح، انت روبوت يا واد، لا تكون روبوت ولا حاجه. حضرتك انا في مصر ده عالم ثالث يعني، معقوله اجيب روبوت بالشيء الفلاني اقعده على جهاز ب1000 جنيه عشان اخش على الايميل؟
طب بص شوف لنا الصور دي هي واكتب زيهم عشان اتاكد ان انت مش روبوت. والله يا واد شكلك روبوت وهتتعبني. بص خلاص تعرفت عليهم، دوس بقى على تشيك بوكس اللي هي اللي تحت، هي اللي على الشمال دي اللي عند استاذ مدحت، عشان الاداره محرجين علينا ما حدش يعدي من غير الباص، وراضين انا بقى باي حاجه عشان ابني ثانويه عامه. يا عسل انت والنبي عسل. كلنا اكيد في مرحله ما خبينا السر بتاع ان احنا عملنا حاجات واحنا نايمين، اللي هو سر الفطيره. طبعا ما بيبقاش سر بقى تاني يوم، لان كل الجيران بيشوفوا المرتبه وهي على البلكونه، ماما بتطلعها بره تفك وكده. او سر محرج زي ان حد فتح عليك باب الحمام وانت مش مستعد، او انك بتترعب من فيلم عنتر ابن شداد، او ان فتاه احلامك في فتره كبيره من حياتنا كانت فريده سيف النصر، او انك كنت بتعيط وانت بتسمع اغنيه اتغيرتي للفنان علاء عبد الخالق، او انك ما مسحتش الهيستوري بتاع الويب براوزر بتاعك والناس شافوه وده هيخسرك ناس كتير، او مثلا ان انت عندك سيكريت كراش بقالك 18 سنه ومش عارف تقول لها ايه لحد ما البنت اتجوزت وخلفت وزوت معاشها. اسرار كتير يعني، اديني قلتها لك كلها عشان تعرف ان انا ايه، ما عنديش حاجه اخبيها. انا راجل كتاب مفتوح، قلبي بفتح. يعني مفيش اي سر خالص؟ خالص يا حبيبي، انا مفيش كده عيضه. طب بقول لك يا ابو حميد، قول لي يا حبيبي، هو انت اجرك كام في الحلقه؟ راجل مننا ما يقولش السالري بتاعه الا على رقبته، ولو جاله يبكسر يندفن معاه. لا لا بصي ما عدتش وبحسن، مش هقدر. يا مزعلانة منكم قوي يا ولاد اللذين. ايه ده؟ حياتي حبيبتي. انتي فينك بقى؟ انا اصلا هنا all the time، ده اصلا مش بعيد يكتبوا المكان ده باسمي. ما انا اول ما لقيتك عامله تشيك ان مع البت دي قلت اطب عليك، وبعدين جايبه لكم خبر حلو قوي. ايه؟ انا اتخطبت امبارح. انا كنت بقيت عندك امبارح. اصل هي كانت عاديه في الصاله وانتي في الاوضه بعيد، ما رضيتش ازعجك. كونجراتوليشنز يا بيبي. وماله يا حبيبتي؟ فكره بقى كاني خطبتها الخميس الجاي. بجد والله يا بنت اللذينه ما تقوليليش. هو في من اسرار يا بنت؟ انا اصلا كان على طرف لساني اقولها. اهو اهو والله في صدقه يا حبيبتي، بس نوران بقى سبقتني وقالت لك. عليكي بس يعني الف مبروك، والله فرحت لك قوي. باين عليا ان انا فرحانه قوي يا روحي. والله هقوم اتقل الميك اب عشان تصدقيني حياتي. بس اول ما ارجع تحكي لي كل حاجه بالتفصيل ممل. ايه الديتيلز يا روحي؟ ايه مش هتاخر يا حبيبتي؟ هتقل الميك اب اكتر من اللي انت عملتيه ده. عامله نفسك فيها سيكريت كيبر وانت اصلا مش بيتبقى بقك فوله. انا مش بيتبقى بقي فوله؟ انت قلت لها دلوقتي ان انا اتخطبت. يا بنتي يعني هو سر؟ ما انت كاتباه على الفيسبوك. فيه كاتباه على الفيسبوك ان فرنسي عشان ما حدش يعرف يا جهله. بعدين انت انا ازاي دلوقتي هعزمها على خطوبتي؟ انت ما انت شايفه شكلها عامل ازاي؟ لابسه لبس اصلا ملوش علاقه ببعض. بعدين انت بتضرب اكسجين، انت مش متخيله الموقف يعني يوكي قوي. اخرت عليكم ولا حاجه؟ اصل كنت بحط مش غير ايوكم. والله ما عارفه الدرجه دي. بقول لك ايه يا بنت، انت نسيتي عندي الدايت سكر بتاعك امبارح؟ امسكي وانت يا كلبه بقى احكي لي كل حاجه بالتفصيل الممل عن العريس ده. وقعتي ازاي وشقطتي منين وفين؟ اكسكيوز مي عشان معايا موبايل. اوكي ده خطيبك؟ اكسكيوز مي. انا مش عارفه مالها دي، هي اول ولا اخر واحده تتخطب؟ وبعدين اوفر قوي وبيئه جدا يعني. انا مش فاهماكي بجد، انت ازاي تعملي فيا حركه زي دي يا حبيبتي؟ والله كنت هقول لك ساعه الخطوبه بس حسيتك نايمانه على نفسك. يا منيله انت، انا مش بتكلم على الخطوبه خالص، انا بتكلم على دايت سويت. ازاي تديولي قدامها؟ بتهرجي، هي ما تعرفش ان انت بتعملي دايت؟ لا طبعا ما تعرفش. انت عارفه دي لو عرفت هتقولي بتروحي امتى وفين ومع مين وازاي؟ مش بعيد تيجي معايا كمان بكره. بس عشان خلصت وجايه. نلم على ايه بنويت؟ نلم عليكي طبعا يا حبيبتي. كنت بقول ان انتي عسوله واموره وشيك. وبعدين كنت بحاول اقنع البت دي ان احنا نجوزها. انا لا 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 خالص يا ريت. الحمد لله على قد كده. لا هي بس هي بس تبقى عايزه وانا اجيب لها حد كده. بصي من على وش القفص. شفتي من على وش القفص دي؟ عسل. كسفتي ولا ايه؟ لا مفيش، انا حاسه بس ان ضغط شويه. طب قله الاكل. طب تشربي حاجه؟ طيب تاكلي حاجه؟ لا لا انا هقوم اغسل وشي. اوكي حبيبتي خير. لذيعه. الله حلو قوي الشنطه دي. السو جايباها منين؟ من نفس المكان طبعا يا روحي. كوكي سنتر؟ اه طبعا من الواد سيد بتاع الوكاله ده. الشياكه والاناقه والوكاله. بس فضيح بس اسمه كوكي سنتر. انا جايبه نفس الشنطه دي برضو من عند كوكي سنتر. تحفه يا بنت اللذينه، رجلينا خدت على هناك من غير سوسو. ها اوعي تقولي المكان ده للنوران. اوكي لا طبعا سرك في بيره ولا على الوكاله الا كوكي سنتر. كوكي سنتر يعني. بس بجد البت دي طيبه قوي وغلبانه وانا نفسي اجوزها. دي جميله قوي قوي.
بس هي شالت كل صحابنا والولاد من على الفيسبوك، بعدين دي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، وبعدين طيب يعني هتعرف حد ازاي ومنين؟ طب ما نجيب لها احنا عريس وندور لها كده متجوزتها كده. يا ريت يا سوسو. مساء الخير. لا انا مش عايزه اشرب حاجه. تشربي او تاكلي حاجه؟ لا انا هاكل. هاتلي بقى. لا لا انا امجد جوز نوران. جوز نوران؟ ايوه كلموني هنا في الكافيه قالوا لي ان هي تعبت شويه عشان هي زي ما انتوا عارفين الحمل في اوله بيبقى يعني حمل. ما هو تاني بيبي دايما بيبقى الموضوع بصراحه تاني بيبي. انا شكلي عكيت الدنيا، انا اسف. ارجوكم اعتبروا الموضوع ده سر عشان ما فيش حد يعرف اي حاجه لو سمحت. سرك كبير. شكرا. متلاش خالص. اوكي. هاشتاج نوران أمجد. تاني هاشتاج مقصودة. أيوة. كويس إن أنتوا جيتوا يا أولادي، كنت عايز أشوفكم. أبو طارق. أيوة يا حاج. إزاي طارق أعمل إيه؟ يبوس إيدك يا حاج. وأنت يا أبو رامي. أيوة يا حاج. أخبار رامي إيه؟ أنا رامي يا حاج. مش فارقة. وانت يا ابو مازن رشا اخبارها ايه؟ اسمها مازن حجي. انا كنت عايز اشوفكم يا اولاد قبل ما اموت. لا البرنس هيفضل تمام. وبعدين يا حاج انت لسه شباب ولسه في العمر كماله. ده انا اول ما عرفت ان انت تعبان جبت ورد زياده وحمص بره على فكره. كل يومين او لونه بينفخ في غازات يومين وبتروح لحالها. مين ده يا حاج؟ لا ده اخوك عنده الريسيفر فيه مشاكل بس. لا يا حاج انت الحرش. الحرش ده عمره ما يتعب. هو هتلاقي بس شوية دهون على الكبد. تعرف فصين توم نص ليمونة شمموا النار ولا بلاش خليه ني في ني كده. في الاخر تروح لافف صدرك كده فويل عشان تعرق وتقوم الصبح فايق كده وترجع البرنس بتاع زمان. لا خلاص البرنس خلاص. حاسس ان ده لاست اوردر. لا لا بابا ما تقولش كده. لا بابا عشان كده جمعتكم النهاردة عشان أقول لكم السر اللي أنا حشيه في قلبي بقالي 20 سنة من ساعة ما عملت العربية لغاية ما بقيت البرنس ملك الكبدة. إيه ده؟ المصريين يا أولاد أصعب ناس ترضي مزاجهم في الأكل وأنا لازم أطمن على مصر قبل ما أموت. لا 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 يا حاج عشان كده هقول لكم على سر الخلطة. كرمال الله شباب حدا فيكم يفهمني شو معنى كلمة خلطة بالأساس؟ يا ابني بس بقى اللي انت بتقوله ده بقى. انت خلاص بتشتغلنا. انت فاكر نفسك سوري بصحيح ولا ايه؟ ما تتكلم عادي يا با. في يا با ما انت اللي قال لي يا با اعمل سوري يا با وان السوري واكل. الله السر يا أولاد السر هيقول اهو. قول بقى السر بقى. قول يا زلمة السر انه ها؟ ايوة انه مفيش سر. قال ان هو ايه ده؟ يعني مش هتدينا اي نصايح يا با تسلقنا؟ مفيش زود شطة قلل توم اعمل اي حاجة؟ طبعا في سر. بس السر مش في الخلطة. السر هنا. هنا فيه ده؟ هنا ما انا كنت هقول رايح اهو. أيوة. هنا في المخ مش في الكبدة. ما انا ماليش في المخ يا حاج. اول نصيحة زبونك لازم يتعب عشان يجيلك. الزباين تحب السسبنس، تحب الدراما، شوارع ضيقة، حواري مكسرة عشان لما يوصلك يحس بانتصار، السجق يحب السائع، الكبدة البعيد سرها باتع. كيف؟ تاني نصيحة. خلي الحاج قول. المنيو بتاعك لازم يبقى فيه حاجات مش مفهومة، ألغاز، لازم تحط حاجات كده مش باين هي جاية منين، يعني ورقة لحمة. ليه ورقة؟ محدش فاهم، لكن هي اسمها كده عندنا ملوخية اسكندراني. ملوخية عادية زي بتاعت أي بيت بس جنبها علبة توابل مخرمة. النصيحة التالتة زبونكم يا أولاد لازم يستنى، يعني يطلب الأوردر. خد بالك تنزل عينك عليه. خلاص أول ما قاعد بقى بيفرفر وتعبان تقوم نزله طبق طحينة صغير كده. قال بقى ياكل تفتح نفسه ويسكت شوية، وتقعد بقى كل ما يتنرفز يسألك تفسحه تقول له اللحمة بتتسلق، اللحمة بتتشوي، اللحمة بتتكوي. خلاص حلو كده؟ حلو ده. لما يتعب منك خالص تقوم نازل بقى بالحاجات. تمام كده؟ هياكل أي كلام وهيقول عليك برنس. إيه المخ ده؟ بنيه؟ قول يا حاج، قول يا كبير. أنا دلوقتي هقول لكل واحد فيكم يعمل إيه في المحل بتاعه علشان حاله يمشي. امسك نفسك يا حاج. إيه ده؟ علشان حاله يمشي. أنت يا أبو طارق أمرني يا حاج. يا ابني أنت حالك في النازل، اعمل أي حاجة جديدة.
افتح في مصر الجديدة. صح، محتاجينك هناك. وانت يا ابو مازن امرك بيه فيك حاكيني عن لا مبدئيا بطل الهبل اللي انت بتعمله ده واتكلم عادي، وانت تبقى عكس ابو طارق خالص، لم فروعك، ما تعملش اللي انت عامله ده، تفتح 19 فرع في تريوم في مصر، حد يعمل شنبه بالمنظر ده؟ وبتحط جبنه ومايونيز على الشاورما؟ يا ابن الشاورما ليها اصول، اللحمه طحينه الله عليك، والفراخ توميه ما بحبهاش يا حاج. اتعلموها بقى. وانت يا ابو رامي قول حاج، كمل يا ابني في السجق والاسكندراني، هتغير اسمائهم. هتكتب مثلا جنبهم ايه؟ بكتيريا، فطريات، نتانة، الحاجات دي بتاكل قوي مع ولاد الناس. واهتم بالشطة يا ابو رامي. الشطة يا ابو رامي ليها فايدتين. اولا بتداري على الاكل لو بايظ، وثانيا بتشغل تلاجة الحاجة الساقعة. وكده يا ولاد يبقى الحساب 312 جنيه. ايه ده؟ و2 جنيه توصيل. ايه ده؟ يا حاج ايه ده؟ بابا راح يحاسب. ايه؟ قصدي راح يتحاسب. احنا نلم الكراسي ونقفل ونمشي ولا ايه؟ ولا لك شو كتير 312؟ يا اخي اظبط بقى. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يالا؟ هنورث يالا. هنورث يالا. هو شباب هنورث؟ هنورث يالا. ايه ده؟ تصدق كانت غازات؟ ده كان يا نهار ابيض، ده كان انتفاخ. يا ده انا كنت حاسس اني هموت. معلش يا سلام، اهو رجع الاوردر ده. الحمد لله خالص. ولا انت بتعمل انت وهو يا ده قاعدين جنبك يا بابا؟ ولد ايه انتوا جايين؟ انتوا فاكرين يا ده انت فاكرني هموت وهتورثوني؟ انا اللي عملتكم واقدر اعمل غيركم. انا اللي دخلت ورقه اللحم مصر، وانا اللي اقدر اطلعها. انا البرنس. احنا في عندنا دليفري بقى، احنا نسلم طلبياتنا ونيجي بقى. بره ماشي، فينا نقوم شباب؟ بره. سلامتك يا بابا. سلامتك يا بابا. الحمد لله على السلامه يا حاج. يلا يا عم. الو مساء الخير، من فضلك يا فندم ممكن اعمل اوردر؟ لو سمحت عاوز واحد دينر بوكس وبطاطس زياده. كومبو اوكي مفيش مشاكل. لا على نفس الرقم طبعا. ميرسي قوي، في انتظارك. نفسي اعرف الراجل ده بيحط ايه على الفراخ بتاعته. سر الخلطه بتاعه عجيب قوي. السر لو طلع بره اتنين ما يبقاش سر، والعيب لو طلع من اهل العيب ما يبقاش عيب، والقفه مو اتنين لو طلعت بو اتنين ما تبقاش قفه. ايه ده؟ مش هي المفروض بيشلوها اتنين ولا ايه؟ لا انت تيجي بقى تمسك الحواوشي وتقعد بقى مكاني انا تتكلم وانا هز راسي. لا اتفضل اشتغل انت. انا اسف. ايه علاقه بقى الامثال الشعبيه دي كلها بموضوع الاسرار؟ إيه؟ ولا اي حاجه، انا بس حسيت ان هم طق بينزلوا مع بعض فقلت اوجب معاك. نرجع بقى للسر، علشان يبقى السر لازم ما يخرجش بره اتنين. هتلاقي هنا ان العلماء اختلفوا في تفسير الموضوع ده. في الراي الشائع اللي بيقول ان اتنين اللي هم شخصين، في الراي المتشدد بقى اللي بيقول ان الاثنين دول اللي هم الشفتين. محدش عارف ايه القوه الكونيه الرهيبه اللي بتضغط علينا كده علشان نبوح بالسر. تقدرش نحط لساننا في بقنا ونسكت، مش عارف ليه. تحس انه لو كتم السر كده هيطلع له حب الشباب وشعره هيقع. نقعد نفرك كده لحد ما نطلع السر ده وننشره على السطوح. علشان كده في ناس تعريف السر بالنسبه لها بيبقى المعلومه اللي بتقول لكل حد اوعى يقولها لحد تاني، فاهم؟ كده بقى سر. ده كده بقت رحله اسماعيليه حضرتك، دي جمعيه كده مش سر. احتفظ بسرك لنفسك، اكتم شويه، حاول معلش، اكتم معايا معلش. ايوه زي مثلا اللي بتعمل مداخله 3 ساعات مع اسامه منير عشان تقول انها اتجوزت في السر. دلوقتي مصر كلها عرفت حضرتك. طب ما كنت عملتيه في الماريوت بقى وخلاص، وكنت رقصتي في السر وزغرطتي في السر وجبتي محمود الليسي في السر، خلاص بقى عندك بقى سر وطابق على قلبك قوي، قوله لحد ثقه. يعني مثلا بالنسبه للزوجات، مين امن حد تحكي له اسرارك وانت مطمنه تماما؟ جوزك. مش لانه ستر وغطى وسر في بيره والكلام الظريف ده، لا خالص، لانه اصلا مش سامع. هو صحيح باصص لها، شكله متاثر قوي، بيهز راسه وكل حاجه، بس هو غالبا يا اما بيفكر في الاستوديو التحليلي اللي قرب يخلص، او في الجدول اللي هيقولها لها عشان نروح للعيال على القهوه، او في الفسوسه اللي طالعه جنب مناخيرها من اسبوع وما بتروحش. عماله بقى تقول يا حبيبي السر ده في وعد ايه تاني؟ فسفوسه دي غريبه، فاهم؟ ساعات بقى حد رخم يزنقك ويسالك عن سر انت مش عايز تفشيه، تعمل ايه؟ غلوش على السر بتاعك بسر تاني خالص. والمدرسه اللي متعلم منها اللعبه دي هي اللقاءات التلفزيونيه مع المشاهير. لما يسالوهم بقى اسئله من نوعيه ايه؟ قول لنا بقى يا نجمه ايه سر رشاقتك؟ فتجاوب بكل ثقه ومن غير ما تفكر ولا تتردد ولا تهز فيها شعرك. البروكلي. شفت؟ عايز سر؟ خد سر. انسى بقى انك تعرف كلمه عن عمليه تحويل مسار المعده او شد الترهلات اللي عملتها في المانيا. الناس مصحصحه وفاهمه يعني ايه سر يا استاذ. قيس على كده بقى،
فنانتنا القديرة، جمهورك متعطش يعرف ايه سر شبابك المفاجئ الدائم ده. الرد جاهز على طول بقى، شرب المية، مية البروكلي مثلا. لا يا ابني ده لو مية المحياة ما تقدرش تعمل الشغل بتاع الشد والنفخ والبتاع. لا يا جاوبت بشياكة وقالت لك سر كده عشان تلعب انت بيه، لكن انت سمعت حاجة عن الفيلرز؟ قالت حرف عن البوتوكس؟ حصلش سر. نجمنا الجميل، يا ترى ايه سر نجاح مسلسلك ذئاب وكلاب؟ طبعا الروح الحلوة اللي عند فريق العمل، وهم اصلا مقطعين بعض في المحاكم عشان اسمه نزل قبل مش عارف مين. وعادي في بقى السر اللي يستحسن لكل الاطراف انه يفضل سر فعلا، زي حالة امعائك الغليظة. احنا مالنا الحاجة عدت عليك الصبح بحلة كرنب غرقان في صلصة وبتاع، بوظت لك جهازك الهضمي تماما، وطبعا بوظت لنا اليوم احنا بالنسبة لنا كلنا. خلاص بقى كتم على الموضوع ده، ما تقعدش تحكي لنا بقى عن صراعاتك مع الحمام وازاي ربنا مسهلها لك بالتفصيل، وتقعد تقلد لنا المؤثرات الصوتية اللي انت سامعها. انا مالي؟ او زي البني ادم اللي لما يقوم يروح الحمام ما يرتاحش ولا يهناله بال الا لما يشاركنا اللحظة دي، اللي هو انا هقوم بقى اعمل كذا في ليه. حاسس ان دي معلومة تهمنا، ما تخلي نشاطاتك المثيرة دي سر بينك وبين نفسك، تلاقيه بطل يقولها لنا وبيكتبها على تويتر، هو يحب يفشي. احتفظ بحاجاتك دي لنفسك او لدكتورك، زي البوكسر مثلا اللي انت ماشي ومبينه للناس بمنتهى الثقة. ده يا ابني كده عيب، دي حاجات جوانية ملناش فيها، بتشاركنا اسرارك الداخلية ليه؟ هي اسمها داخلية حرفيا، انا دي مش من عندي، هي اسمها كده. ده بالامارة اكبر ماركة في العالم اسمها ايه؟ اسمها فيكتوريا سيكريتس، فاهم؟ الناس دي فاهمين بيعملوا ايه، ده سر نجاحهم على فكرة. وعلى قد ما الاسرار بيبقى فيها حاجة مغرية كده انك تفضل تنكش لحد ما تعرفها، الا ان في نوعية من الاسرار الناس كلها قررت انه لازم يفضل سر لنهاية العالم. ايه دي؟ زي ايه مثلا؟ زي رغيف الحواوشي اللي لسه ب3 جنيه لحد النهارده. احنا فعلا مش عايزين نعرف ايه سر احتفاظه بالسعر ده رغم زياده الاسعار الجنونيه، مش عايزين نعرف ايه المخلوق اللي مستخدم جواه خالص، خليها في سرك، ابوس ايدك. احنا حاسين وشاكين وعارفين وساكتين ومش عايزين نعرف. ده لو الراجل بتاع الحواوشي قرر ان هو يجيلي ويزيح الستار عن السر ده ويتوب ويقول لي الحقيقه، يقول لي يا باشا لسه عايز تعرف الحواوشي ده ليه ب3 جنيه؟ هقول له لا لا ما تكملش، ما تقولش اصل انا اكلت حواوشي كتير قوي، اكلت كتير قوي. لا سعره ممتاز بصراحة، سعره حلو. حضرتك بابا؟ يا ابن الهبل بتاع، ايوه بابا، امال ماما؟ من غير شوشرة لو سمحت، الحاجة عايزاك. الحاجة؟ طب ما تعرفش مامتك عايزاني في ايه بالظبط؟ فضل معايا وهناك هتعرف كل حاجة. تسمح لي بس اغير هدومي وانا هاجلها بنفسي عند السفره بعد الماتش. للاسف ما ينفعش، تعليماتي ان اوصلك للحاجه حالا. يوم باين من اوله. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. تقبل الله يا حجه. منا ومنكم. ايه يا هناء؟ ليه بعت تجيبيني بالطريقه دي؟ طبعا انت عرفت ان تم تسريب معلومات غايه في السريه عن الشاليه اللي اشتريناه في الساحل، وعارف برضو المعلومات دي اتسربت لمين؟ لامك اللي هي حماتي، وانت فاهم كويس القانون هنا. طبعا البيوت اسرار يا سليمان. ايوه انت بتقولي لي الكلام ده ليه؟ انت عارفه يا حاجه كويس ان انا ولائي ليكي، ولا يمكن اطلع سر البيت بره. انا 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 اكيد بريء. هنشوف، التحقيقات هتكشف كل حاجه. تحقيقات؟ انا عايزه اساعدك يا سليمان. بص يا حاجه، انا 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 ماما صعب انها تكون عرفت، انا بقالي اسبوع ما شفتش ماما. انا ممكن اصدق ان انت ما شفتهاش، بس كمان ما كلمتهاش امبارح العصر الساعه 4:32 دقيقه كلمتها. حصل؟ لا ده كانت مكالمه كده سلامات في السريع، بعدين مش ده اللي حصل بالظبط. ايوه يا نهى حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ ماما عندك؟ طب الدهانة سلم عليها. امال مامتك عرفت منين ان استلمنا الشاليه في الساحل وبنشطب فيه؟ احنا شغلنا ما فيهوش اي نوع من انواع الصدف، احنا الغلطه عندنا بفوره. ممكن وائل، وائل ابننا؟ مستحيل، وائل ده من اكفأ واخلص رجالتي، ما يعملش كده. ده غير ان اشتريته بصينية مكرونة بالبشاميل، انسى. مش عارف طالع لمين القذر ده. بص يا حاجة،
انت عارفه ماما ماما يعني اكيد مش هتكره لنا الخير، ما فيهاش حاجه يعني لما اقول لها على حاجه زي دي. عيبك انك بتبص تحت رجليك، ماما مش هتكره لنا الخير. ما هي لما مامتك تعرف نهد اختك هتعرف، ولما نهد تعرف هتيجي هي وجوزها وعيالها اللي بخدود، ومامتك هات لنا فطير يا سليمان، وعايزين مربى وفطار وزلابيا يا سليمان، ونقعد سبعه في الاوضه ونفرش على الارض. اكمل يا سليمان؟ كفايه كفايه، بوسي ايدك. يعني انا بتهيالي ماما مستحيل تعمل كده، لان هي عارفه ان انا واخد قرض. يا ليلى سودا، هو ده اعتراف جالي كده من غير نعمل اي مجهود؟ انت قلت لمامتك على موضوع القرض يا سليمان؟ لا انا لمحت كده عن القرض، ما قلت. واضح ان اسرار البيت بدات تطلع لبره. قولي يا سليمان. يا حاج، لما بتروح لمامتك وبتسالك عليا وعن اكلي عن اكلي، بتقول لها ايه؟ لا بقول لها جميل طبعا، اكل قلتها لذيذ باين مره. اكلك طبعا ست الكل. طب اكلي ولا اكل ماما؟ اكلي ولا اكل ماما؟ اكل ماما بقى، انا مش قادر استحمل. اكل ماما احلى، وكل مره بقول لها ان هي اكلها احلى. ولما بنزل اقابل اصحابي بالليل ببقى كذبت عليكي، وببقى رايح لها علشان تعمل لي صينيه البطاطس اللي انا بحبها، اللي انت بتعمليها ناشفه والصلصه بتاعتها لازقه في القعر. انت مش فالحه غير انك كل اسبوع تعملي لي قلقاس، وانا ما بحبش القلقاس. كفايه قلقاس، لا للقلقاس. 15 سنه جواز بيقولوا لا، اول الشهر بيقول لا، دمي بيقول لا، شعر صدري بيقول لا، القلقاس نفسه بيقول لا. كفايه قلقاس. خلصت؟ لا قلقاس اهو. خلصت كده؟ حلوه خلاص. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ واضح ان انا مش عارفه احمي اسرار بيتي. شيطان بقى ودخل. لا مش شيطان ده، انت يا سليمان. انت اللي بتروح تقول لهم على كل حاجه، مع اننا احنا ما بنعرفش عنهم ولا حاجه. عندك ناهد مثلا، ما عرفناش انها حامل فؤاد غير لما ابنها وصل للاعداديه، ولا جوزها أستاذ محمود ما عرفناش إن جاله شغل جديد غير بعد ما مات بخمس سنين. محمود مات؟ شفت؟ شوف يا سليمان، أنا مش هكمل كلام في الموضوع ده، بس لازم تقولي إن دي آخر مرة، وإن أسرار بيتنا مش هتطلع برة تاني. لا خلاص مش. ألو ماما؟ ازيك يا ماما؟ سليمان بيسلم عليك يا حبيبتي وبيبوس ايدك. ايه شم النسيم؟ لا يا ماما لا، احنا هنروح فين؟ احنا قاعدين. لا يا ماما هنروح الساحل. جبنا شاليه. سليمان اشتراه. لا ما هو خد قرض بفايده 7%. ايه يا حبيبتي؟ عايزين تيجوا؟ تنوري يا حبيبتي، تنوري يا ماما. ماشي يا ست الكل، سلام سلام. ايه ماما